بسم الله الرحمن الرحيم. أعضاء مدونة ميكروتك العرب، أهلا بيكم. النهاردة بإذن الله هنشرح حاجة جميلة أوي ممكن تعملها في البلوجر. إزاي تعمل في البلوجر بتاعك زي موقع لتحويل الروابط بتاعتك، إزاي يعني رابط التحميل يتحول لإيه، لصفحة يظهر فيها عداد وبعدين يظهر رابط التحميل. تمام، ده تقدر تحط فيه حسابك جوجل ادسنس، أو تحط اليالكس بتاعك جوجل يالك، قصدي جوجل ادسنس، او حساب اليالكس بتاعك. تمام، موضوع زي ده كده تقريبا هنشوفه سوا كده، زي موضوع الواتساب تقريبا. تمام يا شباب، لو جينا نبص عليه، لو جيت ادخل بعد قراية كل حاجة وبعدين اروح لرابط التحميل، بصوا كده اما هاجي احمل هيروح برضو لنفس المدونة بتاعتي، وهيظهر تحت ايه، هيقول له جاري تحويلك 5 ثانية. هو طبعا بيعد ايه، 10 ثواني، وفي اعلانين محطوطين اهم. تمام، وانزل تحت الاقي رابط التحميل جاء اهو. لو حملت، لو ضغطت على تحميل هيحمل معايا عادي، مفيش اي مشكلة، هيحمل وهقول له اوكي هيحمل. تمام يا شباب، ازاي عملنا دي، او ازاي خلينا الصفحة تظهر بالشكل ده، هنشوف دلوقتي الدرس اللي ازاي نعمل فيه الصفحة اللي نحط فيه اعلان فوق واعلان تحت واعلان في النص. طبعا ده من يالكس، ده دي اعلانات الشركة اللي هي يالكس. تمام، طبعا بيروح كده وبيجي التحميل، بيدي مجال كويس للايه، لاظهار الاعلان بتاعك. في ناس هيستخدموا فيه جوجل ادسنس، وفي ناس هيستخدموا فيه اليالكس لانه اكتر امان. تمام، هيبقى اكتر امان. طيب هنعمل ايه يا شباب، هنفتح قالب مدونتك كده، وهتروح للقالب وهتعمل توسعة وتضغط كنترول زائد اف، فهيظهر لك المربع ده. تمام، هتدور على الوسم اللي اسمه هيد، هتدور على الوسم اللي اسمه هيد. طبعا انا هبقى سايبه لكم في المدونة، خدوا كده كوبي ودور عليه هنا، هتلاقي الوسم اهو اللي اسمه هيد، هحط فوقيه السكريبت ده. تمام يا شباب، هحط فوقيه السكريبت ده اهو، هتاخد السكريبت ده كده. العشرة دي هي عدد الثواني اللي هيبدأ يعدها، العشرة عدد الثواني اللي هيبدأ يعدها. لو عايز تزود او تقلل براحتك، بس يفضل ان تخليها 10 ثواني عشان ما تزهقش العميل. وبروح اخده كده كوبي ورايح حطه فين، فوق الوسم زي ما اتفقنا كده اهو، وبست. وبعدين هقول له حفظ النموذج. كويس كده. طيب بالنسبة لموضوعنا بقى في المشاركات، وانا بعمل الموضوع، هسيب لينك التحميل، لان هروح اعمل صفحة جاهزة، هروح على الصفحات، شايفين الصفحات، هروح على الصفحات وهنشئ صفحة جديدة. تمام، وهحول لنظام ال HTML، وهاخد الكود ده اللي هتعدل عليه. تمام، هنا هنحط كلمات دلالية للموضوع، يعني انا كده كنت عامل مثلا واتساب، لو انتوا شايفين واتساب، تحميل واتساب اهي، برنامج اندرويد. تمام، عشان ما اسيبش الصفحة فاضية، هحط الكلمات الدلالية اللي زي دي. تمام، الكلمات الدلالية دي هتكتب الكلمات الدلالية بتاعت الموضوع بتاعك هنا، وفي برضو تحت اهي كلمات دلالية. تمام، وهنا كود يالكس او جوجل ادسنس، وهنا فين هو ده الكود اهو اللي بيظهر، اللي بيروح نازل اللي فوق التحميل، يعني لما احنا قلنا بيعد هيظهر هنا، يعني ده الاولاني وده التاني وده اللي قبل كلمة تحميل، شايفين اللي هي قبل كلمة تحميل. حابب انت تحط الكود اللي انت عايزه. فانا كده كده رحت لليالكس وطلبت اعلانات بدون اي اباحية وبدون بوب اب، وقلت له جيت التاج. تمام، وطبعا باخد ال 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 اهو، باخد الاعلان كوبي نسخ اهو، وبروح احطه مكان هنا الكود، ومكان هنا الكود. تمام، ومكان هنا الكود. يبقى انا حطيت الايه، التلات اعلانات. وانت لو عايز تجيب من الاعلانات بتاعتك في جوجل، هتخش تجيب اعلاناتي وهتحطها مكان الكود. تمام، طيب يجي هنا رابط التحميل، الرابط اللي هيتحول ليه العميل بعد ما العداد يخلص، هتحطه هنا، رابط التحميل العداد، يعني بعد ما العداد يخلص رابط التحميل هتحطه هنا. تمام، ودي كلمة التحميل دي هتظهر خلاص. يبقى احنا مش هنعدل غير على الكلمات الدلالية فوق وتحت،
وده التلات اكواد اللي انت عايز تحطهم، ورابط التحميل طبعا اللي انت عايزه يتحول ليه. وبعد كده بتاخد ده كده كوبي كله كوبي، وتحطه فين؟ في الصفحة اللي انت عملتها. وطبعا بعمل هنا وصف البحث تحميل برنامج الواتساب، وبكتب العنوان تحميل برنامج الواتساب. بعد ما بخلص هاخد الرابط ده، وهيبقى هو ده رابط التحميل بتاع الدرس بتاعي اللي هو هنا كده مثلا ايه، رابط التحميل اللي هيبقى بتاع الدرس بتاعي. طبعا بعد ما بعمل حفظ بتعمل انت بقى نشر للصفحة، وبتجيلك الصفحة زي كده، بتاخد الرابط بتاعها وبحطه انا فين؟ في التحميل اهو، هوري لك حالا المشاركات واتساب. بروح طبعا على وضعية التأليف، وهنا في التحميل بقى ايه، بقوم بعمل ارتباط، بقوم بعمل ارتباط وبحط رابط الصفحة اللي هيتحول ليها العميل. تمام يا شباب، يبقى انتوا كده ضمنتوا ان انتوا ظهرتوا اعلاناتكم داخل صفحة زي مواقع روابط التحميل، وجوه المدونة كمان. فده كويس جدا، ده كنت بدور عليه من زمان. وكود جاري التحويل ده برضو كنت بدور عليه، وزي ما انتوا شايفين جاري تحويلك في اعلان فوق وتحت، جاري تحويلك اهو، دي هتختفي ويظهر اعلان في وش العميل اهو، اعلان تاني ويظهر كلمة تحميل يقدر العميل يحمل عادي خالص. الف شكر ليكم، هتلاقوا الاكواد باذن الله على المدونة. شكرا ليكم، واتمنى الاشتراك في قناة اليوتيوب والاشتراك على المدونة عشان يوصلكم الجديد. شكرا ليكم والسلام عليكم.